في الشرع يا جماعة الكافر يطلق على كل المعاصي، أي معصية كفر، لأن في اللغة الكفر التغطية، والذي يغطي الحق بالباطل هذا كفر. وده كان يسمى الزراع كفار، لأنه بيغطوا البذور بالطين بالتربة، فأي المعاصي يطلق عليها كفر، وقد يقصد به كفر دون كفر، أي معصية كفر، وقد يقصد به الكفر الذي ينقل عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كالذي يستحل الحرام أو يحرم الحلال أو يكذب الله ويكذب رسله أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة، هذا كفر نقل عن الملة. وقد يقصد بالكفر كفر المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، قال لي يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن، قال يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. يحسن أحدكم إلى امرأته الظهر كله ثم إذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، هذا كفران العشير، أي كفران حق الزوج، وليس بالكفر الذي ينقل عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يحب الكافرين، سواء كان أهل المعاصي أو أهل البدع أو أهل الكفر البين الأكبر الذي ينقل عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. وذكر بعض أهل المعاصي زي المنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره، هذا لا يحب الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. الأمر جد خطير، وهذه معاصي وقد يجر استحلالها إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة لا يكفرون أحدا بالمعصية إلا إذا استحلها. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تستعلم بمعصيتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا وشهدوا التنزيل، وهم عرب أقحاح وشهدوا نبيهم، وهم أدرى بمراد الله ومراد رسوله من كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.